بمناسبة المازوخية، يعني ما اعرفش جه في دماغي سعد المجرد. اه برافو عليك انتي، انا ضربت ذكي منك. سعد المجرد بيحاكم وعليه حكم 6 سنين. هو حكم رسمي، تنفيذي، خلاص حكم المفروض تنفيذي. وجب عليه تنفيذ الحكم ده. فنان مهم، عمل أغاني مهمة، عمل حالة مهمة عند الناس، ده شاب واخد المركز رومانسي. الاول في السنه اللي هي اللي ودعناها. كان هو واخد وإليسا عاملين أغنية حلوة جدا، المركز الاول في الرومانسيه وفي الحب وقال لك إليسا شالت صورته أو شالت الفيديو بتاع الأغنية مع ما بعض، هو الناس هتقعد وهاجموا تتريق. إليسا وحاجات لا كده. لا، ما الناس هتقعد تسخر بقى. ده حكم قضائي بات، خدي بالك القضيه دي من سنه 16، بنتكلم على ايه؟ 7 سنين بيتم تداولها في فرنسا، وفي قضايا اخرى بنفس الطريقه. يعني انت ممكن تقولي انه حد ادعى عليه، مش كده؟ هو بيحصل بالظبط. ناس تدعي، لكن اعدامها تتكرر نفس الواقعه في أكتر بلاد من اخرى، مرة. لا يبقى هو في مشكله، اللي هو المرض، هو مريض، يعني مريض بالمازوخيه، بيعذب الستات. يبدو على السطح انه طيب وحنين ورومانسي، رومانسيو. لكن في الواقع الامر لما تتعدد الجرائم دي والمحاكمات، واظن لن تكون هي المره الوحيده اللي ياخد فيها حكم. هو قبل كده كان مثلا يجي يعمل حفله فتقوم مظاهرات ورفض وبتاع، فالحفله ما تتعملش، لكن ثم تم اختراق ده وبدات حفلاته تقام. قالوا ما دام ما فيش حكم قاطع وبات، طب ظهر خلاص حكم قاطع وبات. واعتقد انا سالت بعض المستشارين قالوا لي لما قرار او من المحكمه بعد 6 أو 7 سنوات من التداول، معناها ان استقر في يقين المحكمة. المحكمة انه مدان. يعني المدة الطويلة للمداولات دي بتخلي في قناعة بنسبة، ما فيش مطلقة طبعا، لكن بنسبة كبيرة جدا انه سيظل القانون ساريا. قولي احنا عندنا سنة السجن، سألت برضو عن ده، انت عارف دايما نقول عندنا سنة السجن ب9 شهور، لا في فرنسا اظن حد قال انها ب10، معرفش ايه الفرق، ايه السبب يعني. فقولي هيقعد مثلا 5 سنين، 5 سنين لو قعد في السجن طبعا لن يسمح له بممارسة نشاطه الفني، طب والا يبقى السجن يعني طب كويس. فهيغيب الدنيا هتتغير، عن الساحة الفنية كتير، ويا ترى لما يخرج الجمهور الدنيا هيتقبله هتبقى ولا لا، اتغيرت، هيبقى عارف وحكم الناس المفردات هيبقى. الجديدة ولا لا. وبعدين في قضايا احكام الناس لا تسقط بالتقادم، منها الاغتصاب مثلا. اذا واحد اغتصب ممكن الناس التعاطي، ممكن انا شايفة في مصر في يعني تسامح، تسامح مع التعاطف، في ممكن في تسامح، لكن بعد التوبة طبعا، مش تسامح انه لسه لا متعاطي ممكن يعني. دول كلنا يعني بنغلط غلطة، لكن الاغتصاب، القتل، التعذيب، الاغتصاب والقتل والتعذيب ده ما اعتقدش ان في حد ممكن يتسامح حتى لو تاب، مش كده ولا ايه؟ النفس الإنسانية أظن صعب تتسامح، ففي مشكلة بيعانيها. عمل هو يعني اغاني لطيفه جدا مع اليسا، وعمل كان ليه يعني حاجه لطيفه جدا هو محمد رمضان، ويعني كان ناجح جدا يعني، مش الناس كانت فاهمه ايه اللي حصل. مستعدة، تقول بقى هو ما فيش حكم ومظلوم، ويقول لك ما هو 6 ساعات بيدعوا بيتقال لهم حاجات، اوكي يعني. ما كان كلها كان ايه التفسيرات بس بعد الحكم بعد البات. الحكم؟ لا ما عادش فيه بقى اي تفسير ايجابي ممكن طيب يعني.